الأهم وده اللي يتحسب يمكن الاتحاد الأفريقي السنة دي هو استبعاد 6 ملاعب من ملاعب الأندية المشاركة في البطولة نتيجة عدم استيفائهم للمعايير اللي حطها الاتحاد الأفريقي في موعد أقصاه 20 ديسمبر. وده معناه إن في 6 فرق مش هتلعب في ملاعبها حتى اللحظة. إيه ممكن يكون البديل؟ هل ممكن يحصل نقلة نوعية أو الفرقة دي تكون قادرة إنها تطور من ملاعبها وتستوفي المعايير؟ وهل ده مسموح من الاتحاد الأفريقي قبل 11 فبراير وده الميعاد اللي تم إعلانه لانطلاق البطولة؟ الأهم من ده الحقيقة اللي كنت أتمنى أشوفه السنة دي، يعني إذا تخطينا مشكلة سوء الملاعب ودي واجهناها في كتير من الماتشات وآخرها السنة اللي فاتت، إذا تفادينا النقطة دي وتأثيرها على قوة البطولة فما كانش أبدا متوقع إن احنا نبتدي البطولة دي من غير فار، وده للأسف الشديد جدا ما حصلش. البطولة في دور المجموعات على الأقل هتقام بدون تقنية الفار، الكلام المؤكد إنها في قبل النهائي هيتم تطبيق تقنية الفار، دور الثمانية لسه فيه عليه كلام. هنتابع ونشوف مع حضراتكم.